السلام عليكم. مو حبيت نبارطاجي معكم لي ديفو هادوما. هذا كونغو ان 5 دي سي فيه بروبليم تاع هذا فيه سيستم تاع فيترا بارتيكي صح، فيه هاد البروبليم تاع سيركوي دو كابتور دو بريسيون ديفيرونسييل فيترا بارتيكي بيرفورمانس و فونكسيونمون انكوريكت. تسمى هنا قال لك الكابتور تاع الفيترا بارتيكي ماهوش يخدم في خدمته نورمال، وهنايا قال لك فيترا بارتيكول شوت دو بيرفورمانس او اوبيراسيون ايروني. هنايا علاش هاد الديفو خرج مع هذا؟ شوف هنايا هذا كابتر تاع الفيترا بارتيكول ديفيرونسيال اللي يحسب لا ديفيرونس، وخرج معاه فيترا بارتيكول بلي ما راهوش يخدم في خدمته نورمال، على خاطرش الكابتر ديفيرونسيال ماهوش يمد معلومات الكالكيلاتور. تابعوا معايا برك دوك نديمونطي ونوريكم بروبليم ان شاء الله. ديفو تاع هذا هو هاوليك كابتر ديفيرونسيال تويو تاعو هاوليك داب. هنا اللي يقول لك كاين ناس تنحي لهم لا سوبريسيون ما يعرفوش يعالجوا في تراب بارتيكل. على كل حال هذا فيه سوليسيون، انا بروبوزينا المولاها يخمم في غرضه وشنو. شوف الخطوره هنايا، هذه شغل شعلت فيه النار، كان قادر تمشي النار ويشعل مليح، وخاصة لو جاي في ظهر الموتور ما تقدر تشعل لك النار على جال هاد التويو. شوف هنايا هذا هو البروبليم تاعو، وكان عنده لي ديفو ميموار تاع الكابتور هذايا ماهوش قادر يقرا تاني. تسمى هادي كاع تولي من حكاية البوشاج تاع فيترا بارتيكول. وان شاء الله تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله.